مين احسن امريكا ولا مصر في التعليم عشان مره اكشن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا جماعه، ازيكم اخباركم ايه؟ مالكوش دعوه اللي بيحصل ده، كل ده فاني وهرجع الاوضه تاني قريب جدا. لما تعرفش انا مين فانا بيقول لي شاكسون ممكن كده جدا في مواضيع السفر عن طريق خبره وتجربه كل ما هذا من موضوع السفر. اخباركم ايه؟ ربكم تكونوا بخير. المهم هنتكلم النهارده يا جماعه بكل بساطه عن التعليم بالنسبه لمصر وامريكا، مين افضل ومين احسن. طيب بص، هي مش هتبقى احنا خلاص دخلنا في الموضوع عشان نبقى فاهمين يعني، ماشي؟ مش هنخش في الموضوع مين احسن، لا احنا نقول دول بيعملوا ايه ودول بيعملوا ايه وانتوا قرروا مين احسن عشان انا مبقاش ابقى محايد يعني. المهم بكل بساطه يا جماعه، بالنسبه لمصر كلنا عارفين ان مصر التعليم فيها بكل بساطه عشان ما نزهقش بنخلص. انا اي نعم انا اخدت سته واخدت ثالثه واخدت ثانيه ثانوي عام اتنين، بس ان احنا كنا المفروض بنخلص سنه سته ابتدائي نقعد ست سنين ندرس، بعد كده بنطلع اعدادي ثلاث سنين، بعد كده بنطلع المفروض يعني ثلاث سنين ثانويه عامه او ثانوي، بعد كده بنخش الجامعه على حسب التنسيق اللي جبناه والرقم بتاع المجموع بتاعنا يعني. المهم بكل بساطه ده التعليم في مصر، تخش عن طريق النتيجه بتاعتك جبت كام في الميه وتخش بيها طب، تخش بيها هندسه، تخش بيها كده. ده بالنسبه يا جماعه بكل بساطه التعليم في مصر. طيب التعليم في امريكا بكل بساطه عباره عن ايه؟ بتخش برضه الهاي سكول، وبعد ما تخلص الهاي سكول معظم الناس هنا بتكمل، معظم الناس هنا بتقول لا خلاص مش هكمل. ولكن المختلف تماما عننا ايه؟ المختلف ان هم لما بيخلصوا مفيش حاجه اسمها ايه؟ انا جبت مجموع كام وانا هخش ايه؟ نهائي. الهاي سكول ده واللي هو مثلا الثانويه العامه او يعني الثانويه العامه في حاجه اسمها جي اي دي. جي اي دي ده لما بتخلصه بتبتدي تشوف انت عايز تخش ايه بكل بساطه. انا عايز اخش هندسه، انا عايز اخش طب، انا عايز اخش طيران، عايز اخش وريفر، انت عايز تخش ايه بقى الحاجات بتاعتنا الجميله زي اسمها ايه اكاونتنج وبزنس والكلام ده كله. تمام، ازاي بتخشها؟ بكل بساطه بتمتحن الامتحان ولو عديت بتنجح وتخش اللي انت عايزه. شكرا. الله الله يا رقم الله. هي دي يا جماعه دراسه امريكا. انت دخلت مثلا نفترض ان انت المجموعه بتاعك يدخلك تجاره عربي عين شمس مثلا وسافرت امريكا، تقدر تاخد سنه واحده جي اي دي وتبتدي تخش تشوف انت عايز تخش ايه. وان كان بقى هندسه، طب، طيران، اللي انت عايزه. المهم انك انتهي امتحان نجحت فيه انت بقيت كذا. انت قصدي؟ طبعا اللي انا بقوله ده بالنسبه للناس اللي رايحه معاها اقامه عشان هي ما تفهمش غلط. تمام؟ تمام. فبس لو انا بقى عايز رايي هقوله لكم بالنسبه للموضوع بتاع يعني مصر وامريكا في التعليم وكده، فانا بكل بساطه اقول ان احنا للاسف التعليم عندنا فيه مشكله كبيره جدا، وهي بتقول ان انا مثلا نفترض ان انا ادبي واخدت عربي وتاريخ وانا عايز اخش عن طريق ادبي فنون جميله. تمام؟ خليك معايا عشان تفهم. حلو؟ فنون جميله، فاي مثلا انا النتيجه بتاعتي جبت 70%. تمام؟ ونفترض ان فنون جميله من 80% مثلا، وللاسف الشديد وانا بمتحن ما جبتش درجه حلوه في التاريخ وما جبتش درجه حلوه في العربي مثلا انا واحد ما بعرفش احفظ يا عم، انا مثلا يعني فما عرفتش اخش فنون جميله. فانت متخيل الفكره؟ مثلا انا واحد سقطت في العربي وسقطت في التاريخ وعايز اخش فنون جميله اصلا يعني مش في التاريخ خالص، فانا مش هعرف اخش عشان سقطت في دول. طب انا مالي يعني؟ أنا يا جماعه عيدوا التفكير في الموضوع ده الله يكرمكم. زي ما انتم واخدين بالكم احنا عملنا كل حاجه لحد ما تاني نوصل زي امريكا فيها، زي مثلا المخالفات اللي بتبقى على الطريق والكاميرات اللي بتصور العربيات والكلام ده. فيا ريت نعيد التفكير في الدراسه شويه ونعمل الموضوع ده ويبقى هو امتحان فنون جميله. نجحت في الامتحان تمام، انت بقيت في فنون جميله وتبتدي تذاكر وتمتحن وهكذا لحد ما تتخرج منها. فاهم قصدي؟ الموضوع بسيط جدا يا جماعه، ولكن ده مشكلتي في الموضوع. ولكن المشكله الثانيه بالنسبه لامريكا انا شايفها يعني ان معظم الناس بتخلص الثانويه العامه مثلا اللي هو الهاي سكول وبتروح تشتغل. دي برضه مشكله يعني مش حاجه كويسه، ولكن هم بيشتغلوا الحمد لله بيلاقوا شغل ودنيا لذيذه فبيعملوا فلوس فخلاص ذاتس ات. ولكن لو في واحد عايز يكمل تعليم فتمام. المشكله الثانيه برضه احنا عندنا التعليم في مصر مثلا لو انت جاي من بره رخيص، امريكا لو انت جاي من بره غالي جدا. دي برضه مشكله بالنسبه لامريكا، حاولوا تهدوا شويه الفلوس بعد اذنكم عشان نعرف ندرس لو سمحتوا. الناس بتاخد كرود لحد النهارده عشان تدرس بيها وما بتسددهاش الا بعد ما بتموت. ف عشان ما حدش يفهم الحته دي غلط برضه، هو بيبقى عشان هو بيدفع قليل مدى الحياه يعني، فهو ما بيخلصش الفلوس اللي عليه يعني. فاهم قصدي؟ بس دي مشكله برضه. انت لو واحد امريكي وعايز تدرس حاجه كويسه فاخدت كارد فدرست، انت بيبقى عليك فلوس طول ما انت شغال بتدفعها، بتدفع حاجه قليله، انت بتدفع حاجه قليله ان دي تبقى فلوس دراسه وكده، فبتقدر تكمل معاك لحد ما بتموت يعني، الموضوع بيقع من عليك طبعا.
بس يا جماعه ده بالنسبه لموضوع التعليم وبين امريكا ومصر. انا كده خلصت كلامي، اشوفكم على خير يا جماعه، يا رب تكونوا دايما بخير. واسعوا يا جماعه في السفر عادي، موضوع جميل، اتعلم مفيش مشاكل، قدم وترفض عادي، في ياما ناس قدمت واترفضت، فحاول تقدم وترفض وتكمل وتزود على نفسك شويه كمان، وان شاء الله خير. واشوفك يا رب على خير، وعندك سؤال اساله، ولو عندك اي حاجه تمام. سلام بقى عشان قاعد، اشوفكم على خير، مع السلامه.